صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم واحد لسنه 2018 بتعيين مدراء في وزاره الصحه جاء فيه انه يعين في وزاره الصحه كل من انيسه سعد الحويحي مديرا لاداره الاتصال، سيما محمد زينل مديرا لاداره الخدمات المسانده، خالد علي الجلاهمه مديرا لاداره المعلومات والتخطيط، الدكتور وفاء ابراهيم الشربتي مديرا لاداره تعزيز الصحه. الدكتوره نجاه محمد ابو الفاتح مديرا لاداره الصحه العامه